بعد وفاة الممثلة المصرية سهير البابلي عن عمر 86 سنة، رجعت أخبار عن وفاة الممثل المصري عادل إمام للواجهة من جديد. فاعتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه عادل إمام يلي مظهر بالفترة الأخيرة على جمهوره ممكن يكون دخل بغيبوبة بحسب وصفهم، إلا أنه هيدا الخبر منه صحيح ومجرد إشاعة. حلت الممثلة ليلى قمري ضيفة على رئيس التحرير موقع الفن الإعلامية هلا المر ببرنامج نجوم الفن، وأكدت الممثلة ليلى قمري إنها بتعشق الممثلة منى واصف بس ما فيها تكون مثلها، وحكيت عن دورها كأم علي وأكدت إنه الممثل سعيد سرحان أكثر من رائع والممثل ناظم عيسى صديق عزيز، وقالت إنها حبت كتير مسلسل الهيبة ونطرته من سنة لسنة وما ممكن يستغنوا عنا بالمسلسل. أثارت الممثلة السورية تولين البكري الجدل على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي من بعد ما قدمت اعتذار من معظم محبينا وطلبت السماح منهم بسبب خوفها من الموت، وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أختكن وصديقتكن تولين البكري، عم بحكيكن كلكن وأنا على علم إني بيوم من الأيام رح التقي بوجه ربي العظيم، ما بعرف أي متى، وممكن إنه بيوم من الأيام اختبت حدا بزلة لسان أو مع جماعة بقصد أو بدون قصد أو أخطأت بحق حدا، فبتمنى إنه يسمحني الكل. كشف نقيب الموسيقيين الفنان المصري هاني شاكر انه الفنان محمد رمضان احيل للتحقيق مع منع اعطائه التصاريح لإقامة حفلات بمصر. وقال هاني شاكر بالمؤتمر الصحفي يلي عقد بقصر ثقافة السينما انه محمد رمضان ما رح يأدي حفلاته مرة تانية على المسرح الا من بعد التحقيق معه بنقابة المهن التمثيلية، واختار نقابة الموسيقيين بنتيجة التحقيق خصوصي انه كان تعهد بعدم خلع ملابسه على المسرح بس ما التزم بهالشي، هيدا يلي أدى إلى اتخاذ قرار التحقيق معه ورح يصدر الحكم النهائي من بعدها. نشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر الوليد مقداد ومرته نور مقداد صورة إله هو ومستلقي على الكنبة ومغطى بالبطانية وواضحة علامات المرض عليه، ويبدو من الصورة يلي نشرتها نور إنه الوليد أصيب بالرشح أو البرد أو الإنفلونزا. بعد أصداء نجاحات مسلسل أنت أترك بابي مستمرة مع بيع حق العرض بأكثر من بلد، وتساءل كتار أديت قاضى الممثل كارين بورسين والممثلة هاندي أرتشيل مقابل تجسيد دور البطولة، وحسب المعلومات المتداولة قاضى الثنائي مبلغ 12,000 دولار مقابل الحلقة الوحدة يلي بيبلغ طولها 2.5 ساعات، يعني بمجموع 624,000 دولار لكل حدا فيهم. كانت معكم بموجز الفن ماري لورد سمعان. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.